ونروح مع حضراتكم للحرب على الإرهاب، لأن لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين دي برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح قررت التحفظ على أموال 1589 عنصر من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط وكمان 1133 جمعية أهلية و104 مدرسة و69 مستشفى وكمان 33 موقع إلكتروني وقناة فضائية. اللجنة قالت في بيان ليها أنه ورد ليها من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة اتأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية وكمان استغلال عوايدها في دعم النشاط التنظيمي.